شكرا لك عثمان، ومشاهدينا طابت أوقاتكم. أعلن محمد مصطفى رئيس صندوق الاستثمار الفلسطيني والمستشار الاقتصادي للرئيس محمود عباس، أعلن أنه سيتم إنشاء صندوق بقيمة مليار دولار للاستثمار في قطاع غزة. جاء ذلك خلال اجتماع عقده وفد قيادي من الرئاسة الفلسطينية في زيارة منه للقطاع، هي الأولى منذ 4 سنوات مع أعضاء جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين في غزة. وتسلم الوفد خططا حول إعادة إعمار غزة، وطرح خطة لاستثمار أموال رجال الأعمال في البنوك وفتح باب الإقراض وتمليك المواطنين المحتاجين لمساكن بالتقسيط لمدة 25 عاما. الصندوق امبارح من في لقائي مع رجال الأعمال تعهدت بأن يقوم الصندوق بالعمل فورا على إنشاء صندوق استثماري برأس مال مليار دولار للاستثمار في قطاع غزة، وتعهدت أن يكون الصندوق في مقدمة المستثمرين، وسأعمل على الحصول على موافقة زملائي في مجلس الإدارة لدفع أو للاستثمار 200 مليون دولار ضمن هذا الصندوق، وسنعمل بشكل جدي على استقطاب بقية المبلغ من مستثمرين فلسطينيين وعرب وشركات استثمار أجنبية كذلك.